وما زلنا بنجني ما حدث. نادي الاهلي بيجني ما حدث خلال الفتره، ما حدث مش ايجابي، ما حدث كله سلبي، كله سلبي، منتهى القرارات العشوائيه ومنتهى عدم التنظيم وحاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. ما كنت خلصت الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، كانت الانديه تبقى مستريحه وشايفه هي هتعمل ايه، لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ولا عندي فرصه اسوق لعيبه، ولا عندي فرصه اعرف ان هم 25 ولا 30، ولا عندي فرصه ان انا لعيبه 99 اعمل معاهم ايه، ولا عندي فرصه اللعيبه السوريين هيبقوا عاملين ازاي، لعيبه شمال افريقيا هيبقوا ايه نظامهم. ما انا عندي، عايز اعرف ايه اللي هيحصل، عايز اعرف ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. هل ده من حق النادي الاهلي ولا مش من حقه؟ هل ده من حق بقيه الانديه ولا مش من حقهم؟ حاجه غريبه جدا والله. الواحد بيبقى قاعد لما بسمع وبتفرج وبشوف الكلام اللي بيتكتب والكلام اللي بيتقال، ببقى حزين جدا، حزين جدا على اقدم اتحاد في افريقيا، المؤسس للاتحاد الافريقي، يحصل فيه كده. مش عارفين نخلص دوري، كل انديه شمال افريقيا او كل الدوريات في شمال افريقيا انتهت كلها ما عدا ليبيا ومالي. تخيلوا حضراتكم ان كل تونس، المغرب، الجزائر، بالمناسبه الانديه التونسيه والانديه المغربيه وصلت للنهائي سواء في الكونفدراليه او في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني بطوله دوري ابطال افريقيا لعبوا يوم 31 والانديه المغربيه وخلصوا الدوري، وتونس وصلت للدور قبل النهائي، والجزائر خلصت الدوري ووصلت للدور قبل النهائي. ولكن عندهم اتحاد قوي، عندهم اتحاد بيفرض كلمته على الجميع، مش بيفرض كلمته بمعنى فرض كلمه، لا، لوائح بيتم تطبيقها، بيتم الاتفاق عليها داخل الاتحاد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد ويتم تطبيقها فورا. ولا قسطنطينيه في الجزائر مثلا، ولا يقول لك مولديه وهران، ولا يقول لك شبيبه القبائل، ولا يقول لك اتحاد العاصمه، ولا يقول لك لا، هو ده اللي هيحصل الفتره اللي جايه. مفيش حد بيطلع من اتحاد العاصمه يقعد يتكلم ويقول لا انا مش هلعب، وواحد تاني يطلع من الحته التانيه او من شبيبه القبائل يقول لك لا انا لازم العب في الوقت الفلاني. يا جماعه والله بجد اللي بيحصل واللي احنا شايفينه ده منتهى التخبط، منتهى التخبط. الجامعه التونسيه اللي هو الاتحاد التونسي لكره القدم، الجامعه التونسيه اللي هو الاتحاد التونسي لكره القدم، قال لك الماتشات هتتلعب كذا وكذا وكذا وكذا. حد قدر يعترض؟ هي تونس بتلعب ايه؟ سمعوني كده، هي تونس بتلعب فين دلوقتي؟ في الدور قبل النهائي؟ بجد؟ وخلصوا الدوري بتاعهم؟ طب حلو جدا. هي الجزائر بتلعب في الدور قبل النهائي فعلا؟ وخلصوا الدوري؟ وعندهم لعيبه محليين موجودين؟ ده ايه الجمال ده؟ للاسف الشديد الفارق واضح جدا 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 ان هو تطبيق اللوائح على الجميع. لا ترجي ولا صفاقسي ولا بنزرتي ولا اي حاجه خالص. هو اللائحه موجوده هتتكتب او هيتم تنفيذها. مش خايفين من حاجه، محدش ماسك عليهم حاجه، مفيش على راسهم بطحه. للاسف الشديد ما زال مسلسل التخبط والارتباك واضح جدا في قرارات اتحاد كره القدم. من فضل حضراتكم اتحاد كره القدم، انا وهنا بوجه رسالتي للواء ثروت سويلم، من فضل حضرتك والقائمين على هذا الموضوع، من فضل حضراتكم، احنا محتاجين نعرف الموسم القادم كيف سيبدأ وكيف سينتهي. ايه هي اللوائح المنظمة للمسابقة في الموسم القادم؟ هل ده كلام ما ينفعش نسأله؟ هل هو سؤال صعب؟ هل هو محتاج اختيارات؟ كل اللي احنا بنطلبه رقم واحد ايه اللوائح اللي هنمشي عليها يا جماعه السنه الجايه؟ ادونا فرصه نسوق لعيبتنا، حرام عليكم، بفلوس وهنخسر. هو النادي الاهلي ده ايه؟ هي بقيه الانديه اللي بتسال في الموضوع ده مالهم؟ ولا هو لازم حد تاني يتكلم؟ فمن فضل حضراتكم قولوا لنا احنا الموسم القادم يا سياده اللواء ثروت سويلم القائم باعمال
رئيس الاتحاد، من فضل حضرتك قول لنا ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه، وما هي اللوائح المنظمه لمسابقه الدوري العام الموسم القادم. نتمنى، اتمنى يا رب، اتمنى ان ده يحصل في اقرب فرصه، واتمنى ان شاء الله ان ده يتم الاجابه عن هذه الاسئله. والله الواحد مش عارف يقول ايه. ماشي، زي ما قلت لكم اشاعات، كل ما ابص في الخبر هنا او هنا تليفون في اي حته، اصل حسين الشحات ماشي، اصل حسين الشحات الراجل مش عايزه، اصل حسين الشحات مش عارف ماله، مش عارف هي الناس ماسكه في حسين الشحات ليه. طبعا